دكتور نبدأ. نعم، أو إذا أحببتم تنتظروا إذا لم يكتمل العدد أو ننتظر دقيقتين ما في مشكلة. الآن بدأ الجميع بالدخول إن شاء الله، فنبدأ حتى طيب. نغتنم الوقت. بسم طيب الله أوكي. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم معاكم مع المادة الرابعة من مواد دبلوم الإدارة والاقتصاد الإسلامي، وهي بعنوان الصيرفة والمصارف الإسلامية، مع الدكتور عماد بركات، دكتوراه في الصيرفة في المصرفية الإسلامية والتمويل من الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا، وهو مهتم في مجال تطوير الأعمال وابتكار الحلول الإبداعية وتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات الإدارية والمالية والتسويقية، وأيضاً له الخبرات العديد من الخبرات المحلية والدولية في التمويل الجماعي، وعلى علاقة بأصحاب منصات التمويل الجماعي عالمياً. حياكم الله دكتور. أبرز الأعمال للدكتور عماد دراسة منصات التمويل الجماعي في المملكة العربية السعودية 2020، وحائز على جائزة الكفاءة العلمية في منصات التمويل الجماعي 2019، وعضو تأسيسي في أكاديمية التمويل الجماعي في المغرب، ومستشار لدى العديد من منصات التمويل الجماعي محليا ودوليا. أهلا وسهلا بكم دكتور، نفع الله بكم. إن شاء الله مستمتعين جدا في هذه المادة معكم، حياكم الله، تفضل. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني أشكر لكم حرصكم وأعتذر حقيقة عن الأسبوع الماضي، عاد ما تغير الأجواء شوي، مرينا بوعكة صحية، لكن نسأل الله عز وجل أن يعني نعوض ما فات بإذن الله في المحاضرات هذه القادمة. عافاكم طبعا الله وأجمع عافية يا رب. الله يحفظكم، جزاكم خير. حديثنا طبعا في كل محاضرة يمكن احنا شوي نختصر الربع ساعة، وربع ساعة بنخليه ساعة ونص، وإذا كان في أسئلة وكذا ممكن عاد أقل أكثر، نشوف وضعنا في المحاضرة. كان بس ودي أسأل عن الأوقات المناسبة للجميع، ما أدري أسأل عنها الآن ولا إذا اكتمل العدد بعدين. بس يكتمل العدد دكتور، بنطرح موضوع التوقيت إن شاء الله تعالى، حتى الكل يكون عنده علم بالتوقيت ونأخذ آراء الجميع. طيب على بركة الله. حديثنا طبعا في المصارف الإسلامية والصيرفة حيكون تقريبا يعني في يعني الفكرة أو المفهوم بداية من نشأة المصارف إلى أن أتت المصارف الإسلامية، وما هي فكرة المصارف الإسلامية وفرقها أو الفرق بينها وبين المصارف التقليدية. أغلب الكلام يعني سيكون ليس كلام متعمق في مسائل تفصيلية، إنما سيكون يعني الحديث عندنا عن مبادئ في المصارف الإسلامية. طبعاً يعني المحاور اللي سنتكلم عنها، عندنا المحور الأول نشأة التطور الصيرفة والمصارف في قديم التاريخ إلى وقتنا المعاصر. عندنا المحور الثاني في المصارف الإسلامية، تاريخها وأسسها وخصائصها وأهدافها. عندنا المحور الثالث بيكون في أنواع أعمال المصارف الإسلامية وأشهر صيغها التمويلية. أيضا سنتكلم في المحور الرابع عن أهم معوقات ومشكلات المصارف الإسلامية وموضع الخلل فيها. سنتكلم بعد ذلك عن تقييم تجربة ومسيرة الصيرفة الإسلامية وأبرز إنجازاتها وأهم التحديات. نبدأ في المحور الأول على بركة الله.
المحور الأول في نشأة وتطور الصيرفة والمصارف الإسلامية، وتعريف طبعا تاريخي عن مسألة الصيرفة، تعريف حنتحدث فيها عن تعريف الصيرفة والمصارف في اللغة، العلاقة بين كلمة مصرف وكلمة بنك، أيضا أصل ونشأة الصيرفة والعمليات المصرفية في مختلف الحضارات القديمة والحديثة. عندنا طبعا يعني 2500 سنة قبل الميلاد عندنا الصيرفة في الهند، 900 سنة قبل الميلاد الصيرفة في فارس، 700 سنة قبل الميلاد الصيرفة في اليونان، 500 سنة قبل الميلاد الصيرفة في مصر في العهد اليوناني، أيضا عندنا الصيرفة في روما والإمبراطورية الرومانية، عندنا أيضا الصيرفة في الصين وتاريخ علاقة اليهود بالربا والصيرفة. أنتم العرض ظاهر عندكم الباوربوينت؟ نعم ظاهر دكتور. طيب الصيرفة طبعا مصرف صرف يصرف صيرفة مصارف، كلها ترجع إلى كلمة واحدة في اللغة اللي هي صرفة، والمصرف طبعا اسم مكان مشتق من الصرف. يأتي الصرف لمعاني متعددة حقيقة، قد يكون بعضها قريب من معنى الصيرفة الحالي المفهوم عندنا، وبعضها قد يكون بعيد. فمن الأعمال اللي يطلق عليها الصيرفة اللي هو يعني تمييز وفصل الدراهم عن بعضها البعض، وفصل الجيد عن الرديء، هذا يعتبر من أعمال الصيرفة قديما. كما أن الصرف أيضا يأتي بمعنى الفضل والزيادة والنافلة، الله يقول لا يقبل الله منه صر، يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني ما يقبل منه لا نفل ولا عدل، ولا إذا أتى بزيادة في الأعمال أو كذا. جت كلمة صرف هنا بمعنى الزيادة. من المعاني أيضا بيع النقد بالنقد، وهذا هو المعنى يمكن القريب جدا من عندنا في المصارف أو الصرف، يعني اللي هو يعني ممكن نسميه بالإنجليزي exchange، اللي هو تحويل العملة إلى عملة أخرى. طبعا العرب تقول صرفت الدراهم بالدنانير، يعني بعت دراهم بدنانير. وعندنا أيضا الآن نقول اصرف هذه $100 مثلا بريالات، وحتى نقول الآن أصبح نقول اصرف 100 يعني عطني 50-50 أو عطني مثلا 10-10، هذا كله يطلق عليه صرف. طبعا صرف مثلا الريال العملة بعملة أخرى، هذا من أعمال المصارف اللي سنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. أيضا الصرف يأتي بمعنى الفضة، عند أهل اليمن قديما كانوا يسمون الصرف والصراف، هو الذي يتعامل بالصرف أي بالنقود والعملة الدارجة، وهي كانت الفضة عندهم، فصارت كلمة الصرف عندهم يعني تعني الفضة، هي مرادفة للنقود، بس كانوا يعني مثل عطنا الصرف يعني عطنا النقود وعطنا الفضة. طيب الصرف الآن لها أصل في اللغة العربية مبني على بعض الأعمال، هل البنك هي كلمة عربية أم لا؟ ترى أنا أقرأ الشات إذا كان في عندكم. البنك طبعا ليست كلمة عربية، صحيح هي ليست كلمة عربية، البنك هي كانت من الكلمات الإيطالية، وهي كانت بمعنى الطاولة. شوف الآن بعض أهل الشام يطلق على طاولة المدرسة بنك، يعني يسمونها هذه يسمونها بنك اللي هي الطاولة. ف
فهذه البنك هي كلمة إيطالية كانت قديمة اسمها بنكو. طبعا ليش أطلقوها على الطاولة؟ لأن الصرافين كانوا يجلسوا على الطاولة يصرفوا كذا على الطاولة، يعني ما في كاونتر مثلا الآن، لا هو يصرف يجلس على الطاولة ويضع النقود اللي عنده على الطاولة ويصرف من الطاولة، يعني الطاولة يعطي ويأخذ على الطاولة يحط ويعد. فلذلك يعني اشتق هذا كلمة البنك من البنك اللي هي الطاولة. طبعا يعني هذا الكلام تكلم عن تقريبا 12 سنة قبل الميلاد يقال انه اطلق هذه الكلمة اللي هي البنك، وانه كان مشتق من معنى طاولة. وبعضهم قالوا لا، كان يعني قبل 1600 سنة قبل الميلاد، يعني بغض النظر عن متى بدأت الكلمة هذه، لكن كان الصرافين اليونانيين في القرن الخامس قبل الميلاد طبعا كانت من يطلق على الطاولة، من يعرف ايش معنى طرابيزة او طرابيزة يسمونها الان طرابيزة، من يعرف ايش معناها؟ في احد يعرف ايش معنى طرابيزة؟ طاولة صغيرة، صحيح، الطاولة الصغيرة كان يطلق على الطرابيزة. هذه الكلمة أيضا ترى ما هي كلمة عربية، هذه المصرفيين كانوا يطلقون عليهم ترابيز كذا، وكانت عندهم كلمة ترابيز بهال كذا اللفظ، قريب من هذا اللفظ، يطلق على الطاولة في اليونان. لما انتهت الحضارة اليونانية وجت الإمبراطورية الرومانية، كانت الصرفة في روما والدول الرومانية طبعا من اختصاص الأجانب اللي هم اليونانيين وغيرهم، فما زالوا يسمونهم بهذا الاسم اللي هم عرفوا فيه أصلا، حتى سقطت الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، وصارت اسم الطاولة اشتقاق الطاولة هذا تسرب إلى الإيطاليين، لكن صار بلغتهم اللي هي بانكو، كانوا يسمونها بانكو. طيب بغض النظر عن يعني أصل الكلمة إيش كان، لكن لنعرف إنه البنك والبنكو كذا هي ليست كلمات أصولها عربية. فيما يخص نشأة الصيرفة والعمليات المصرفية، طبعا عندنا أكثر من نقطة سنتكلم عنها. في عندنا في حضارة بلاد الرافدين 2500 سنة قبل الميلاد، كان في السومريون هذولي تقريبا قبل 4500 سنة، والبابليون جو بعدهم بأشكال عديدة من عمليات الصيرفة المتعلقة بالإقراض بفائدة وغيرها. كان عندهم أنواع القروض، يعني كان في قروض استهلاكية وقروض استثمارية. قروض الاستهلاكية إنه يأخذها واحد يعني منزلق ماديا فيأخذ الأموال هذه ويصرفها، وفي قروض استثمارية يأخذها ويستثمر فيها، وكانوا عندهم القروض في قرض حسن وقرض بفائدة. طبعا العصر البابلي اللي هو تقريبا من 2000 سنة إلى 1500 سنة قبل الميلاد، هو يعني كان من أكثر العصور اللي كان يعني فيها يسمونها وثائق مسمارية، فيها كثير من العقود والقروض وشروطها وغيرها من هذه كانت يعني نقلت الوثائق هذه عنهم. يعني كان العصر هذا عصر يعني فيه يسمونه دوكيومنت، يعني فيه وثائق كثيرة بالنسبة مقارنة بالقرون الأخرى. طبعا المجتمع البابلي كان مجتمع ربوي بشكل احترافي، وكان المعابد عندهم يحطوا فيها الحبوب والسلع، وكذلك يحفظوا فيها النقود، وكانوا يقدمون قروض للمزارعين،
بعد ذلك صارت عندهم دور خاصة بهذه المهام اللي حفظ السلع وتقديم القروض وحفظ النقود. سووا لها قواعد وقوانين بابلية، وكان يعني من أقدم الشرائع والقوانين التي وضعت تقريبا في بعض الأعمال المصرفية، كانت يعني في القرن 19 قبل الميلاد. طبعا وضعوا شروط للقروض والفوائد وتنظيم لها وتحديد النسبة والقرض برهن وبغير رهن، وكان عندهم تقريبا يعني سعر رسمي تقريبا 20% يأخذون فائدة على العملة الفضة، والثلث تقريبا على الشعير وكذا إذا قرضت شعير أو غيره. إذا أنت تقرض مثلا 9 صاع شعير أو 9 أكياس شعير يرد لك إياها 9 زائد 3 يعني الثلث، يرد لك إياها 12 كيس تقريبا. فهذه القوانين البابلية كانت فيها تقريبا من أول القوانين التي سنت الربا. حنتكلم بعد شوي عن اليهود وكيف بدوا، ونتكلم نرجع للنقطة هذه مرة ثانية في تقريبا الربا بشكل مختصر. لكن عندنا الصيرفة في الهند اليوم 900 سنة قبل الميلاد. طبعا الهند كانت أكبر من الهند الآن، كانت باكستان والهند وأفغانستان هذه كلها تسمى بلاد الهند. والهند كانت عندهم طبعا من الدول اللي كان فيها حضارة من القديم، حتى يقال انه حواء نزلت في الهند وآدم عليه السلام نزل في جدة والتقوا على جبل عرفة. فالهند يعني كانت قديما طبعا من العصور القديمة جدا، وفيها لها ثقافة وتراث قديم جدا. يعني مثل بلاد الرافدين ومصر، هذه الدول كان فيها ثقافات وكان فيها يعني حضارة من القديم. طبعا كانت عندهم مدينة اسمها هربة، هذه في 2600 قبل الميلاد، هذه كانت مدينة ثقافية تجارية صناعية، يعني كل الثقافات وكل الأشياء فيها. وكان عندهم مصرفية، كان عندهم إقراض واقتراض، كانت متوفرة فيها بكثرة. طبعا أنتم تتكلمون تقولون ليش تتكلم عن إقراض واقتراض، أنا بس عشان أربطكم، أنا ودي يعني التاريخ اللي بتكلم عنه في السابق أنا ودي تربطوه حقيقة بما عندنا حاليا. البنوك الآن إيش تسوي؟ البنوك الربوية إيش نشاطها؟ تقرض. أكبر نشاط عندهم الإقراض، وعندهم الودائع، أنت تحط فلوسك عندهم ويحط في ودائع يعني استثمارية وفي ودائع عادية. لكن أقوى عمل عند البنوك إن هي تجمع أموال من الناس وتبدأ تقرض، تحط أموال في سويسرا وتأخذ عليها مبالغ أعلى وتقرض. طبعا الائتمان وهذا كله في الأخير يرجع إلى شيء اسمه إقراض ودائع. فلذلك حين نتكلم عن التاريخ القديم ونتكلم عن القرض والإقراض، هو يعني المصارف اللي الآن صار لها قوانين وصار لها كيانات وكذا، هي امتداد لما كان سابقا في مسألة القرض والإقراض. طبعا انهارت حضارة اللي هي مدينة هربة، وهذه في القرون اللي هي ما بين 17 والقرن 9 قبل الميلاد، وبعضهم قال انه كان في يعني تقريبا 200 سنة قبل الميلاد. لكن كانت التجارة يعني اسواق المدن والمعارض وكذا تقام عندهم في الهند بشكل دائم، حتى كانت الحكومات اللي عندهم مشاركة في هذه الحركة التجارية بشكل كبير. واللي كان عندهم ايضا يعني ينظر للائتمان والاقتراض والقرض عندهم باهميه عاليه في الاقتصاد، وانه هذا جزء من الاقتصاد. طبعا كانت كل التعاملات كانت بالفائده، وهذا كان يعني يسبب لهم
جزء من الاقتصاد اللي هم قائمين عليه، مثلا الدولة عندها مبالغ تقرض الناس عن طريق هذول الصرافين وذا ويرجع لها مبالغ فائدة، فهذا جزء من الاقتصاد اللي هم قائمين عليه. طبعا الاقتصاد أتكلم أنا عن الهند، جزء كبير من الاقتصاد اللي كان قائم عندهم على اللي هو الإقراض والاقتراض بالربا. عندنا فارس، طبعا بلد فارس يعني هي قريبة أصلا من الهند، يعني تكلمت يعني عن من جهة إيران وكذا. كانت 700 طبعا في القرن، يعني كانت في يعني 700 عام قبل الميلاد ازدهرت عندهم طبعا الأعمال المصرفية في القرن السابع قبل الميلاد. هم غزوا بابل في يعني 540 سنة قبل الميلاد، غزوا بابل واستولوا عليها، وتعلم التجار الفرس الصيرفة من البابليين، وأنشأت بنوك خاصة مثل يعني بنك أبناء وأحفاد البابلي إيجيني، هذا اللي كان اسمه إيجيني، أنشئ في ذلك القرن. يعني هم أخذوا الثقة أو أخذوا أغلب العمل المصرفي من البابليين. طبعا كانت أغلب أعمالهم أو أغلب أعمال هذا البنك اللي أنشأوه وساطة مالية، تقديم قروض عائمة، وأنشأوا بنوك أخرى يعني كان اسمها تقريبا نيبور، قريب من هذا الاسم. الصيرفة في اليونان 500 سنة أو القرن الخامس قبل الميلاد، كانت المدن اليونانية طبعا معروفة الحضارة اليونانية ونهضتها في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد، كانت المدن كثيرة، تقريبا أكثر من 100 مدينة عندهم، وكل مدينة لها نظامها ولها عملتها ولها تجارها. فكان التجار يوم حينما ينتقل التاجر من بين هذه المدن يحتاج أنه يصرف العملة، من عملة إلى عملة يحتاج أنه يصرفها. طبعا كانت الحكومة في أثينا يعني تشجع التجار بكل ما تستطيع، بحيث أنها تجد، كانت حريصة أنها تجد عملة موثوقة من جميع المدن. فأنشأت عملة وطبعت عليها بومة كذا، بومة أثينا، فكان كل البلدان طبعا يعني اللي هم على البحر المتوسط تقبل هذه البومات اللي يسمونها عملة أثينا، تقبلها ليش؟ لأنه خلاص هذه عملة موثوقة فيها من الحكومة. فأصبحت العملات اللي هي في المدن شوي تتضاءل، حتى العملات المحلية في الجزائر وبحر إيجا وغيرها كانت تتضاءل شوي مقابل هذه البومة اللي كانت تسكها أثينا. طبعا أثينا كان فيها مصارف مالية، وكان بعض الناس يقرضون مدخراتهم طبعا مقابل رهون بفائدة ما بين 16 إلى 18%، وبعضهم طبعا يقرضها بدون فائدة لأصدقائه أو للناس اللي القريبين منه، لكن بصفة عامة كانت القروض المتعارف عليهم عندها في ما بين 16 إلى 18% هذه نسبتها. طبعا أيضا كانوا يودعونها في المعابد وفي خزائن الهياكل عندهم، طبعا الهياكل هي المعابد اللي كانوا يعبدونها في العراق وغيرها. وكانت المعابد هذه تحولت بعدين مثل اللي تعمل عمل المصارف، فكانت تأخذ الأموال هذه وتقرضها للأفراد والحكومات بفائدة، ويعني وتسترد الأموال هذه. وقيل أن كان هيكل أبولو في دلفي تحول بشكل كامل إلى مصرف دولي لجميع بلاد اليونان. طبعا الحكومات ما كانت تقترض من الافراد، يعني كانت الحكومات بعض الاحيان يقترض بعضها من بعض، يعني الحكومه هذه او حكومه المدينه هذه تاخذ من المدينه هذه، ما فكانت ما تفضل انها تاخذ من الافراد.
طبعا في القرن الخامس قبل الميلاد بدأ مبدل النقود يعني يجلس أمام يعني مظلته، يقبل المال وديعة عنده ويقرضه للتجار بفوائد ما بين 2 إلى 30% حسب المخاطر. طبعا كانوا يقيسوا المخاطر من ذاك الوقت، وأصبحت على قولتهم هذه بداية الصيرف والمصارف عندهم. طبعا كان أحد أساليبه يعني في بلدان الشرقية وفي سواحل الشام اللي هو مسألة إنه يأخذ الودائع ويعطيها للمقترضين حسب يعني المقترضين اللي يروحوا تجار لأوروبا وغيرهم حسب المخاطر، النسبة تكون حسب المخاطر، قيمة النسبة تكون حسب المخاطر. طبعا هذا الشخص اللي كان يجلس أمام المنضدة أنشأ مصرف يوناني يعني أو أنشأ عدة مصارف يونانية يملكها أفراد، وخلى هؤلاء الأفراد يعني يتداولوا الأموال بينهم بحرية وسرعة أكثر من تداولها من قبل، يعني أوجد كأنه أوجد بينهم نظام مصرفي. طبعا هذا سبب لهم تيسير كثير من الأعمال والتجارات حقيقة، لذلك راجت التجارة الأثينية واتسعت بشكل كبير يعني بعد القرن الخامس عن قبل القرن الخامس. طيب الصيرفة في مصر في العهد اليوناني تقريبا كانت في القرن الثالث قبل الميلاد، طبعا كان في فترة بطالة في الحكم اليونانيين لمصر بعد فتح الإسكندرية لمقدونيا سنة 332. طبعا فتحوا مقدونيا وسائر الشرق الأدنى القديم، فظهر هناك فيه ظهر الصرافون اللي هم يعني يسمونهم ترابيز اللي هم من طرابيزة كانوا مشتقين هذا الاسم. طبعا كانوا يشكلون مثل وكلاء رسميين، هم يعني هؤلاء خاص معروفين ووكلاء رسميين والناس تثق فيهم، وكانت في مخازن حكومية لتخزين الحبوب المزارعين، فكانوا هم طبعا يحرروا أوامر صرف وسحب، ويعني صار عندهم مثل يعني مثل ما تقول كأنه أوراق أو معاملات أو دوكيومنت للمصارف في ذلك العصر. وأصبح الأوامر الصرف وهذه تستخدم كوسيلة تسديد الديون، خاص يعطي أمر صرف هذا ياخذ كأنه يعني سند لأمر عندنا تقول الآن. طبعا المخازن الحكومية الموجودة في أغلب المدن متناثرة في كل مكان هذه صارت أشبه بالبنوك، فكان يعني الأموال احنا الآن نقول المال أو الورقة النقدية هذه لها ما يغطيها من الفضة أو لها ما يغطيها من كذا، هم لا الأموال عندهم كان لها ما يغطيها من حبوب المزارعين، الحبوب هذه يغطي كذا، أنت عندك مثلا الورقة الفلانية هذه تعدل كذا صاع مثلا من القمح أو الشعير. طبعا كان عندهم يعني أنشأوا شيء اسمه مثل البنك المركزي في الإسكندرية، كان هو يمسك يعني دفاتر بنوك الحبوب الحكومية كاملة. كان عندهم نظام أشبه بنظام المقاصة. طبعا مصر انتشرت في يعني النظام هذا نظام المقاصة في القرن الأول والثاني الميلادي في عهد الإمبراطورية الرومانية حينما دخلت مصر، وأصبحت غنية ومزدهرة مصر بهذا الشيء، إلى أن تدهورت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث، طبعا تدهورت أيضا في مصر. الصيرفة في روما والإمبراطورية الرومانية يعني تقول مثلا القرن الأول قبل الميلاد، روما كان الرومانيين
يعني في بدايات يعني قيام جمهوريتهم وامبراطوريتهم شعب مكون من فلاحين وجنود. طبعا تركوا معظم الصناعات والتجارة والصيرفة لمين؟ للأجانب اللي هم ما هم رومانيين. ومعظم الصيارفة القدامى في روما كانوا يحملون أسماء من وين؟ أسماء يونانية، وما زالوا ينادون بالترابيتيز اللي هم نفس الاسم اللي كان يطلق عليهم في اليونان مثل ما ذكرنا سابقا. طبعا في القرن الأول قبل الميلاد أصبحت روما هي المركز المصرفي للجمهورية الإمبراطورية الرومانية كاملة، وصار في عندهم عدد كبير من الصيارفة اللي هم صاروا يلقبون بأسماء كثيرة عندهم مختلفة. وصار النظام المالي الروماني حسب المؤرخين اللي يذكروه من أكثر النظم المالية نجاحا وثباتا في التاريخ. طبعا رغم ما طرأ عليه من تغييرات إلا أنه يعني كان عنده معيار واحد للنقد، هذا المعيار ظل قائم وموثوق بين المدن عندهم في يعني من زمان إلى زمان. وهذا طبعا خلى فيه يعني فيه ثبات رائج للتجارة والاستثمار المال الرواجي بشكل كبير ما كان له نظير حقيقة في العصور في العصور السابقة، حينما يعني أنشأوا مثل النظام أو يعني صار عندهم النظام المالي يعني واضح أكثر، صارت التجارة تشتغل بشكل أكبر. ليش؟ لأنه خاص يعرفوا القرض والإقراض والصيرفة، من وين أخذ فلوس ومن وين أسترد، وإذا معي فلوس كيف أبدلها وين الأماكن اللي أبدل فيها. هذه طبعا تريح التجارة بشكل كبير. طبعا انتشرت عندهم الصيارف هذه في كل مكان. طبعا كان من أهم أعمالهم أنهم يبدلوا النقود، يعني أنت جاي من بلد بعيد ومعك عملة أخرى هم يبدلوا النقود. طبعا تقريبا كانت النقود مبادلتها واضح السعر، يعني مو مثل الآن ينزل يطلع بيوم وليلة يطلع يختلف، لا خلاص الدرهم يعادل كذا دينار والعملة من الدولة هذه تعادل كذا تقريبا ثابتة. طبعا كانت هذه المبادلة المالية تشكل أيضا جزء من الربح، لأنه يبدل بسعر غير السعر اللي يأخذ فيه. فأنت إذا فرضا معك إذا قلنا إحنا 10 دراهم أو 12 درهم تعادل دينار، فهو يأخذ منك 10 مقابل، يعني هو يأخذ منك 14 مقابل إنه يعطيك دينار واحد، فهو يربح منك الآن 2 درهمين مقابل الصيرفة هذه. طبعا كان عندهم تبديل النقود، قلنا مراجعة الحسابات والودائع والفوائد، كان عندهم تحاويل أيضا، تحاويل مالية للمسافرين. طبعا كان عندهم أيضا إدارة، يعني من قوتهم صار عندهم هذول الصيرفيين إدارة أملاك الأفراد وبيعها وشرائها واستثمارها، سداد الديون، إقراض المال للأفراد وللتجارة وللاستهلاك أو للاستثمار. طبعا النظام اللي عندهم هذا هم تعلموه من اليونانيين ايضا، وكان اكثر يعني الرومانيين اكثر الاموال عندهم والعمال الصيرفيه ما زالت في ايدي اليونانيين حتى في ايطاليا نفسها وفي غرب اوروبا. طبعا صار عندهم بعد ذلك شيء اسمه ازمه ماليه ائتمانيه على مستوى رومانيا بشكل كبير، هذا في يعني سنة 33 الميلادية يقال. الإمبراطور الروماني سوى عملة، العملة هذه ما لها حساب، ويعني على قولتهم بسط يده في الإنفاق في كل مكان وصار ينفق، هذا إمبراطور روماني. وكان طبعا على أساسها صار في كثرة تداول المال وانخفضت سعر الفائدة، وصار يعني صار في تضخم مالي مثل ما تقول تضخم مالي، ارتفعت أسعار الأشياء. وسوى هذا الشيء حركة طبعا تجارية مالية. طبعا العملة هذه اللي صكها ما استمرت،
لذلك صار عندهم في نكسة عالية جدا. يعني في طبعا احنا قلنا هذه في السنة 33 قبل الميلاد، في السنة 10 قبل الميلاد جاء خليفة واحد ثاني في الإمبراطورية الرومانية وسوى عكس النظرية السابقة اللي هي صك العملة وكذا والتضخم التجاري، حط قيود شديدة على النفقات الحكومية وحدد إصدار العملة تحديد شديد، يعني سواها ليميتد يعني، وجمع الأموال هذه كلها في خزائن الدولة مبالغ عالية، وصار التداول في هذه النقود يعني قل بشكل كبير جدا. طبعا صار هذا أدى إلى نزوح الأموال، اللي معاه أموال كلهم طلعوا برا البلد، وصار الناس الأثرياء يطلعون الأشياء الكماليات وهذه يبيعوها برا البلد، يعني مثل تقول هجرة الأموال، وانخفض أسعار الأشياء، انخفضت صار ما لها قيمة، وصار في عجز، صار في طبعا هذه الآثار اللي أنا أتكلمها الآن ترى هي تصير في كل عصر، يعني كل عصر يصير فيه نكسة تشوف نفس الآثار قاعدة تصير. طبعا قلنا صار فيه انخفاض في الأثمان، صار فيه ارتفاع سعر الفائدة، عجز في المديونية عن الوفاء، صار الناس يبيعون أملاكهم، صار المرابين يشتغلون ويربحون، ما عاد في قروض إلا بالكاد وبصعوبة جدا. يعني طبعا هذه كلها آثار اقتصادية صارت بعد ما اللي هو الخليفة الثاني هذا جاء ومسك الأموال وحطها في خزينة الدولة. طبعا كان في عضو مجلس الشيوخ في روما اسمه بابليوس، هذا سوى هذا مصرف سماه بيلبس وأليوس. هذا المصرف كان طبعا يعني لازم يسحب مبلغ كبير عشان يسد الالتزامات اللي عليه أو عشان يشغل أعماله في هذا البلد، فبسبب هذا الشيء أعلن إفلاسه. شوف الآن يعني أنتم شوفوا الآثار اللي قاعد تتكلمها، الآن الناس قلت القدرة الشرائية عندهم، التضخم اللي كان أول فقاعة طاح، هاجرت أموال برة، صارت البنوك تواجه أزمات اقتصادية تعلن إفلاسها. طبعا تذكروا أنتم اللي صار في عام 2008 في البنوك الأمريكية حينما أعلنوا 300 بنك وأكثر أفلس في ذلك الوقت. طيب في الوقت نفسه طبعا في شركة في الإسكندرية غرق لها 3 سفن كان فيها حبوب وتوابل وبهارات وأعلنت إفلاسها. طبعا هذا عرض كثير من البنوك إلى الإفلاس، صارت الشركات تفلس والبنوك تفلس، صار الناس طبعا إذا صارت البنوك تفلس الناس إيش تسوي؟ تروح البنك تبغى تسحب فلوسها، أعطونا فلوسنا. يعني شوف اللي صار في لبنان مثلا، الآن الناس تقول أعطونا فلوس، البنك يقول لا ما أعطيكم. فأغلقت في الحضارة هذه العشرة قبل الميلاد، أغلقت على قولتهم المصارف أبوابها، وأجلوا دفع كثير من الأموال اللي كانت مطلوبة منهم. كان في مصارف كثيرة أغلقت بنفس الحركة وبنفس الطريقة وبنفس السبب. طبعا في روما صار يغلق المصرف واحد وراء الثاني، يوم صار يغلق المصارف الناس ما معها فلوس، صار في زيادة في الطلب على الاقتراض، صارت فوائد الاقتراض الآن صار في مخاطر، فصار الناس عشان يعني أنا أقرض واحد في مخاطر جدا، إذا كنت أنا بأخذ منه نسبة فائدة 5% صير أخذ منه 30% 40%، فهذا أدى ليش؟ إلى زيادة الفائدة في أموال الاقتراض أكثر من طبعا هم كانوا صارحين يعني كذا يعني نسبة معينة، صار أكثر الناس تقرض بفوائد أكثر.
طبعا قام بعدين هذا الخليفه اللي جاء بعده هذا يسمونه طبريوس هذا حل الازمه فوقف الاستثمارات في ايطاليا، وزع 100 مليون من العمله المحليه عندهم لاقراضها للناس بحيث انه يعني تقل نسبه الفائده. هذه طبعا يسمونها سياسه انقاذ ماليه. وحط موعد السداد بعيد بعد 3 سنوات، وخلى الضمانات طبعا على الاملاك العقاريه اللي عندهم. اضطر طبعا بعد ذلك المرابون هذول حقين الصيرفه انهم ينزلوا سعر الفائده، وبدات الاموال تطلع خلاص، دام في اموال قاعد تمشي في السوق، فالمصرفيين اللي اغلقوا ابوابهم هذول فتحوا ابوابهم وبدوا يعطوا الناس، وبدات يعني تعود الثقه شوي شوي. هذا طبعا هذه النكسة حصلت في يعني الإمبراطورية الرومانية في يعني تقريبا العقد الثالث قبل الميلاد. بس الآن أنا طبعا حرصت أني أختصر الفكرة بذكر تقريبا الآثار اللي قاعدة تصير، عشان أنتم بتعرفوا الآثار إذا صارت في دولة، من دولة إلى دولة ترى قاعدة تصير نفس الآثار الاقتصادية في كل مكان. معليش هو إمبراطورية بس حنا عاد نسميه خليفة، أسماءهم شوي صعبة، يعني إمبراطور هو لكن أسماءهم الإنجليزية شوي صعبة. الخليفة طبعا يطلق على الشخص الذي يأتي خلفا لشخص، الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، أطلق على آدم. طيب نرجع لموضوعنا، الصيرفة في الصين. الصينيين طبعا يتميزون حقيقة من قديم الزمان بأعمال كثيرة في الصيرفة، وأنا بتكلم يعني إذا استطعت في هذا الوقت عن بعض أعمالهم الصيرفية اللي هم يسووها الآن في الصين. طبعا الصينيين هم أول من استخدم النقود الورقية، يعني يقال أن أول استخدام مسجل للنقود الورقية كان في القرن السابع الميلادي، كان عند الصينيين. طبعا عمموا الاستخدام في القرن التاسع. ليش عمموا الاستخدام في القرن التاسع؟ لأنه كان عندهم في القرن السابع اللي هم طبعا كانوا يسكونها من النحاس، فكان النحاس عندهم ما يكفي كثير، فسووا بعد ذلك بعد ما يعني عمموا هذه وصار في حاجة للأوراق هذه، سووا أوراق ورقية. فلذلك هم أول من استخدم الأوراق الورقية، ما تكلم عن الأوراق اللي هي العملات الحديدية أو النحاسية هذه، لا الأوراق النقدية هم أول من استخدمها. طبعا يقول عنه ابن بطوطة في رحلته في القرن الثامن الهجري، يعني منتصف القرن الـ14 ميلادي تقريبا. أول شيء بس حنا عشان نتكلم، حنا قاعدين نتكلم عن القرن قبل الميلاد وبعد الميلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى في القرن السادس الميلادي، القرن السادس الميلادي، يعني عشان بس أنتم تعرفوا الفرق كم سنة. تقريبا الرسول ولد في عام 570 بعد الميلاد، ويعني بعث في بعد 40 سنة في القرن السابع، ولادته كانت في القرن السادس وبعث في القرن السابع. طيب ابن بطوطة طبعا يقول عنهم، يصف ورقهم، قال: وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم، وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعا كما ذكرناه، وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد، كل قطعة منها بقدر الكف، مطبوعة بطابع السلطان، وتسمى 25 قطعة منها
بالبالشت، وطبعا يعني هو وهو المعروف بمعنى الدينار عند العرب. الفرق بين الدينار والدرهم، تعرف الفرق بين الدينار والدرهم؟ من يعرف؟ صحيح، الدينار ذهب والدرهم فضة. كان الدينار يعادل تقريبا 12 درهم، ما بين 12 والعشرة تقريبا. فكان إذا قالك درهم معناته فضة، وإذا قالك دينار معناته إيش؟ قطعة ذهبية، والدرهم قطعة فضية. طيب، هذا الكاغد طبعا كان يقال إنه إذا تمزق في يد أحدهم يذهب إلى دار كدار السك، يعني كمطبعة النقود، ويأخذ عوضها وتدفع له مرة ثانية، ولا كان مقابل العوض هذا يأخذ منه أي مبالغ مالية أو أي إيش يسمونها يعني رسوم، إنك أنت مزعت هذه نأخذها منك بأعلى وبأقل. طبعا كان المسؤول عندهم في على هي مطبعة النقود، نقول احنا يعني اذا صح الاسم، كان يحط احد الامراء الكبار اللي مقربين من السلطان. طبعا بعد ما صاروا يسكوا الكاغد منعوا التعامل بدراهم الفضة والدنانير هذه، ما عاد في السوق، ما عاد تمشي. فكان اللي معاه درهم مثلا ويجي من برا معاه دراهم ودنانير يروح يصرفها بالكاغد اللي عندهم عشان يعرف يشتري في الصين. طيب، ننتقل الآن إلى تاريخ اليهود في يعني أو الربا عند اليهود. معليش اليوم يعني احنا يمكن اليوم وبكرة كل حديثنا تاريخي، لكن أنا يعني الحديث التاريخي برضو جيد، لكن أنا حريص أنه ما يكون أشبه بقصصي بقدر ما هو تركيز على أحداث كانت، لأنه الأحداث هذه إذا عرفتها تشوفها إذا قاعد تكرر كل مرة وتعرف يعني على قولتهم التداعيات الاقتصادية اللي قاعد تصير بناء على كل حدث. طبعا اليهود بدأوا من بعثة موسى عليه السلام. موسى كان قبل عيسى، طبعا كان في يعني القرن الثالث عشر والرابع عشر قبل الميلاد على أشهر ما قيل. بعد استقرارهم في فلسطين، طبعا أنا بس كذا خليني ألفت انتباهكم إلى أمر. الآن من هو إسرائيل؟ من إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب هو من؟ والد من؟ والد يوسف. الآن يعقوب عليه السلام هو كان في فلسطين، فلما جاء إخوة يوسف رموه في الجب وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، وأخذ يوسف وباعوه، نقلوا وين؟ على مصر. حينما نقلوه على مصر بعد ما اصطرح مع اخوانه ونادى ابويه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، عاشوا في مصر. طيب مصر مين اللي كان ساكنها قبل؟ كان ساكنها الاقباط. فبعد ما مات يوسف وتوالت السنين صاروا هؤلاء يسموا ايش؟ بني اسرائيل. فصار الاقباط يستعبدوهم إلى أن خرج منهم موسى. فخرج منهم موسى وتحدى فرعون وكذا وقتل من الأقباط، ثم بعد ما تحدى السحرة وأسلم وكذا أخذهم معوين وراحوا إلى الـ يعني البحر، ثم أغرق الله يعني أهلك الله فرعون
وبحكم يعني أنه بني إسرائيل كانوا كثير يعصون النبي فموسى عليه السلام، فقالوا ادخلوا إن فيها قوما جبارين، فحينما رفضوا أمر الله عز وجل يعني جعلهم الله يتيهون في صحراء سيناء 40 سنة. خلال 40 سنة هذه طبعا توفي موسى عليه السلام، بعدها رجعوا إلى فلسطين. فهذه بس يعني كذا يعني لفتة بالسريع أنهم كيف أنهم بني إسرائيل راحوا مصر عند الأقباط، وبعدين سنوات من الذل وكذا، بعدين رجعوا إلى فلسطين. طيب الآن بعد ما استقروا في فلسطين، هم كانوا طبعا مجتمع زراعي في أغلبه، وما عرفوا بالنشاط التجاري ولا بالنشاط الصناعي في قرونهم الأولى. طبعا يقال أنهم ما تعرفوا على التجارة والصيرفة إلا بعد ما جاءهم السبي البابلي للعراق في القرن السادس قبل الميلاد، بعدين بدأوا يعرفوا التجارة بشكل كبير. وقيل أنهم عرفوها من يعني أصحاب السواحل الشامية في صور وصيدا وغيرها من المدن. طبعا هذه الفترة في تاريخ الشعب اليهودي من أخطر مراحلهم، اللي هي تسرب إليهم فيها الكثير من الأفكار والثقافات الوثنية البابلية بعد ما جاءهم السبي البابلي. طبعا صنفوا كتب أعظم وأهم مصادر الدين والشريعة اليهودية بعد التوراة، وهو التلمود البابلي اللي يعد طبعا الشريعة الشفوية عندهم، مع شروح الحاخامات والربانيين اللي عندهم. طبعا إيش سووهم في ذلك الوقت؟ حرفوا في التلمود البابلي، وحرفوا التوراة في الأشياء اللي كانت تحرم الربا، تعامل بالربا حرفوه. فأحلوا في ذلك الوقت التعامل، ما في صوت ولا؟ أحلوا في ذلك الوقت التعامل مع يعني الربا بينهم حرام، لكن يجوز أنه اليهودي يتعامل في الربا مع الآخرين اللي هم ما هو ربويين، أميين يسمونهم، أي واحد ما هو على ملتنا هذا مستباح ماله وكل شيء، فيجوز أن نتعامل معاه بالربا. فأصبحت طبعا اليهودية هي أي أول دين سماوي يحل التعامل بالربا. طبعا بعد ما حرفوه طبعا هذا الشيء جعل اليهوديين واليهود منبوذين جدا في الدول الأوروبية في العصور الوسطى بشكل كبير جدا، لأنه الربا سبحان الله العظيم التعامل فيه مستفز بشكل كبير. أن تستغل حاجتي وإني أنا ما بلاقي آكل وتعطيني 10 وتجبرني أن أسددك إياها 13، أنا إذا سددتك 10 على قولتهم كثر خير، تيجي تجبرني 13، 13 هذه لما تيجي تسددها تحس بغبنة شديدة. فهذا خلى المصرفيين اليهود هذول يعني يواجهون كراهية شديدة جدا ضدهم. طبعا ورد في أحد الأناجيل أنه إنجيل متى أنه المسيح عليه السلام قام بالإنكار عليهم هذول الصرافين المرابين، لأنه كانوا طبعا يحطون طاولاتهم في ساحات المسجد الأقصى ويمارسون أعمال المصرفية الربوية. وقيل أنه المسيح عليه السلام أو عيسى عليه السلام قام هو طلابه بقلب طاولاتهم عليهم في ساحات المسجد الأقصى. طبعا القرن الأول الهجري والسابع الميلادي مثل ما ذكرنا، وما تلا من عصور ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية واتسعت رقعتها، وهذا كان أيضا فترة اتساع واشتهار يعني تجار اليهود. طبعا خيبر طبعا كان اليهود مثل ما ذكرنا هم مشهورين بالزراعة، شف خيبر ونخيل خيبر وكذا هم كانوا فيها بشكل كبير جدا. طبعا بس خلينا أكمل هذه وأرجع للأخوة اللي رافعين يديهم. ذكرنا أنه طبعا مع اشتهار الحضارة الإسلامية وبدء الحضارة الإسلامية أيضا كان اليهود عندهم في يعني مدن حوض البحر المتوسط
والعالم الإسلامي والعالم المسيحي كان عندهم نشاط عالي جدا في مسألة التجارة، كانوا أيضا هم تجار، بل إنهم يعني تقدر تقول سيطروا على التجارة الدولية في حوض البحر المتوسط والطرق التجارية في شمال أوروبا في القرن الثامن في القرن الثاني عشر الميلادي. صار اليهود يعني على قولتهم أصبح التاجر اليهودي متجول معروف في كل بلدة، ومعروف خاص هذا يجي في الوقت الفلاني ويبيع كذا وهذا يبيع كذا، وطبعا في كل بلدة ومدينة كان لهم سوق، ويعني وكانوا يحضرون في كل المناسبات. كان طبعا الدول التي تريد إنعاش تجارتها تروح تنادي هذول التجار اليهود تقول لهم تعالوا عندنا زورونا، يعني زي ما تقول الآن دعوة المستثمرين الأجانب لم يدخلوا بلدك، فتقولوا ما عليكم ضرائب، نعطيكم أراضي للمصانع، نأجركم مصانع مجانا، نسوي لكم، أن تجيبهم عشان هم يجيبوا أموال ويشغلوا البلد عندك. فكان نفس الشيء، نفس الثقافة سبحان الله الموجودة في السابق هي نفس الثقافة الموجودة الآن. فكان الدول اللي ودها يعني تنعش اقتصادها تروح تنادي هؤلاء التجار اليهود ليأتوا بتجارتهم ويمروا من عندهم. ما أدري الصوت واضح ولا ما موجود؟ واضح دكتور، واضح، تفضل. طيب طبعا هم اليهود أوجدوا أول نظام ائتماني عالمي، هذا النظام خلى انتقال التاجر من بلد إلى بلد سهل جدا، عمليات التبادل التجاري أصبحوا أيضا ينظموها. طبعا أصبح يشكل اليهود جسر تجاري ومالي بين العالم الإسلامي والمسيحي، هم المتولين التجارة بين المسلمين والمسيحيين. هذا طبعا كان في يعني العصور الوسطى في الغرب. طبعا لعبوا دور كبير جدا في التجارة الدولية في ذلك الوقت. طبعا كان ابتداء تركزهم في الصيرفة والمرابات في العالم الغربي طبعا في القرن العاشر الميلادي، وهذا كان من أسباب تحريم الربا عند المسيحيين. طبعا هم محرم عندهم شرعا لكن حرموها بشكل كبير، طبعا هم محرمينها واليهود مجيزينها لتعامل اليهودي مع غير اليهودي. طبعا حينما كانت تمر أزمات اقتصادية ويصير في حاجة لاقتراض عند الأوروبيين كانوا يلجؤون للاقتراض من اليهود لأنهم هم عندهم الأموال وهم يقرضون. طبعا استخدموا هذه الأشياء وتوسعوا في الأعمال التجارية في القرن الحادي عشر. أيضا أصبح معظم السكان الأوروبيين في وسط أوروبا وغربها مديونين لليهود. الآن هذول صار عندهم أزمات اقتصادية وصاروا يقترضوا من اليهود واليهود يقرضوهم بالربا، فصار اليهود الآن إيش؟ أي واحد مديون لك يعني مثل ما أقول لك أنت تستطيع أن تسلب جزء من حريته، جزء من حريته في التصرف، في السفر، في الروحة، في الجية، في كذا، لأنه مديون لك. الآن صار أغلب السكان الأوروبيين مديونين لمين؟ لليهود هذول المرابين، وأصبح اليهود مالكين لقرى ومدن في أوروبا، حتى بعض الأماكن المقدسة للمسيحيين كان يملكها اليهود، وبعض الأضرحة والمزارات صاروا يأخذوها ويعني يمتلكوها اليهود. طبعا صار الربا هو مصدر دخل وثروتهم اليهود في أوروبا، إلى أن صار كلمة المرابي وكلمة اليهودي هم كلمتين مترادفتين. يعني إذا قال لك يهودي هو مرابي، وإذا قال لك مرابي هو اليهودي، خلاص هو يعني الاسم لاصق عليهم. طبعا يعني ما ودي أقول دائما السلطات ولا كذا، بعض الأحيان الملوك وكذا يستفيدون من بعض الحركات التجارية، فكان اليهود هذول صاروا هم وكلاء للملوك والأمراء. الملك الحين مثلا هذا النصراني ما يقدر يتعامل بالربا، لكن كان يعطي جزء من أمواله اللي عنده لهذول اليهود لأنهم يتعاملوا بالربا، وهو يتعامل له فيها بالسوق يرجع له دخل. فكان وكلاء الأمراء واللي يسمونهم النبلاء والبابوات وغيرهم
في التعامل الربوي، وكان عندهم مثل يعني حماية رسمية لهم. يقال انه ملك انجلترا كان 12% من دخله يجي من هذول السماسرة المرابين اللي عنده. ايضا كان ملوك اسبانيا النسبة الاكبر لدخولهم ياتي من هذول المرابين. فلذلك كان الملوك الامراء والاقطاعيين انهم طبعا يملكون اراضي، يقال انهم كانوا يبذلون جهود كبيرة انه هذول المرابين اليهود ما يتنصروا، لأنه إذا تنصر تاب وبطل يتعامل في الربا فمعناته خسرنا هذا، فلا خليه يهودي أحسن. طبعا إذا تنصر أيضا عندهم كان أنه ثروته تروح للعرش، فما يعني والملك وقتها ما يقدر يستفيد منها. طبعا ما يعطيه فلوس وهو تنصر وراحت للدولة، يعني شوي كان فيها، بالإضافة لأنه كان يتوب يعني من هذه، فكانت بالنسبة لهم شكل خسارة. طبعا كان من الأدوار البارزة حقيقة لليهود في الحركة الاستعمارية الأوروبية في بدايتها عند الأسبان والبرتغال في القرن الخامس العشر ميلادي، اللي هو كان التمويل الربوي للحملات الاستعمارية. كانت هذه التمول من قبل اليهود في الأندلس، كانوا معروفين المارانو كانوا يطلقون عليهم، وكانوا ينتشرون في أوروبا وأراضي الدولة العثمانية. طبعا وصلت سيطرتهم على التجارة الدولية ذروتها في منتصف القرن السابع عشر، فصاروا يمولون الشركات الاستعمارية العابرة للحدود. كان لهم دور بارز في المستعمرات البرتغالية والبرازيلية وفي جنوب أمريكا أو أمريكا الجنوبية عفوا. طبعا تركزوا في المدن الأوروبية التي كانت لها توجهات استعمارية في البرتغال وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وفرنسا وغيرها، فأصبحوا في هذه الدول يلعبوا دور كبير جدا في يعني تجارة ضفتي الأطلسي في أوروبا والعالم الجديد في الأمريكيتين. طبعا يستغلون علاقتهم بأقاربهم واللي في الأندلس إلى الآن موجودين وما طردوا كذا، فكانوا يستغلون علاقتهم. طبعا صنعوا مثل هذا الشيء قبل يعني طبعا في التجارة القديمة بين العالم الإسلامي والمسيحي. طبعا هذا الشيء، طبعا تعاملهم بالربا ما اقتصر أنه الناس تكرههم لهذا السبب أيضا، لا، حتى كان هم عندهم تجارة الرقيق والجنس والكحول وغيرها من قديم الزمن، وهم هذه تجارتهم وهذه بضاعتهم يعني. طبعا بعدين استقر في العقل الجمعي الأوروبي خلاص أنه هذا مرابي يهودي، مرابي هو يهودي، ويهودي هو المرابي. شكسبير إيش يقول عنهم؟ قال ممارسات اليهود الربوية، طبعا يعني كان يتكلم عنها أو ألف يعني مثل ما تقول كتاب سمي طبعا تاجر البندقية، ممثل هو بمسرحية اسمها تاجر البندقية، كان كلام شكسبير عن هؤلاء اليهود. طبعا الربا هذا اللي كان يتعامل معه كان هو من أهم وأكبر أسباب طرد اليهود المتكرر من الدول الأوروبية، هو نشاطهم الربوي هذا كان يعني يخلي الأوروبيين يكرهونهم ويطردوهم. طبعا كان يخلف حنق شعبي كثير عليهم. طبعا ايضا الملوك كانوا يستغلوا بعض الاحيان هذه الاشياء، فكان يطرد هذا وياخذ امواله، فهو يستفيد من جهتين، اذا هو طرده استفاد منه واذا خلاه استفاد منه. قيل طبعا انه في عام 1300 ميلادي الى 1500 طرد اليهود اكثر من 150 مره من اماكن حول العالم، طبعا في جنوب وسط اوروبا وغيرها. طبعا على مدى التاريخ هم لهم برضو حركة في العالم، يعني ما خلى العالم منهم في أي مكان. طبعا في أوروبا قبل الثورة الفرنسية جت عائلة ريتشارد
ريتشارد هذه العائله، هذا اب وله طبعا 5 من ابنائه، هو قام وزع ابناء، ودى واحد ايطاليا واحد بريطانيا وواحد كذا، ووصاهم كذا وصيه انه يعني استولوا على المال وتعاملوا كذا وكذا، وفعلا استولوا هم على الاموال بشكل كبير. طبعا هم من اكبر العائلات المسيطره على يسمونهم المصرفيين، حتى هم من اكبر العائلات المسيطره على الاحتياط الفيدرالي في البنك المركزي الامريكي الى الان. طبعا يتحكموا ايضا في يعني سلطه اصدار وطبع الدولار. طبعا اذا الله يسر انه بتكلم عن العملات شو اسمها هذه العملات الجديده، كريبتو كرنسي، عملات ايش، لا طبعا نسيت اسمها، العملات الرقميه، العملات الرقميه، اي نعم العملات الرقميه هذه. الان انت شوف، قلنا احنا من اول انه كانت الاموال يغطوها بالحبوب والاشياء الزراعيه، ثم صارت النقود، يقولك هذا الدولار هذا مغطى بالفضه والذهب في البنك المركزي، ثم صاروا الان يطبعوا اوراق، صار النقد، صار الدولار هو نفسه عمله سواء مغطى ولا غير مغطى، هو بنفس الورقه هذه المرسومة هي يعني لها قيمة اعتبارية. الآن العملات الرقمية هذه يعني فيها شيء خطير بيكون جدا. أنت اليوم تملك مثلا 1000 بيتكوينز، الألف بيتكوينز هذه أنت تقدر تشتري فيها فيلا لأي سبب من الأسباب، يصير هزة تصير الألف بيتكوينز هذه ما تقدر تشتري فيها ولا غرفة، ممكن الألف بيتكوينز اللي كانت تسوى فيلا صارت تسوى 10 فلل بعد سنة، فتصير العملة هذه المتذبذبة بشكل كبير جدا. يعني شايف حنا قلنا الربا هذه يسوي حنق، العملات الرقمية هذه بتسوي حنق، يصير في ناس قاعد تتحكم فيها، اليوم تسوى مبالغ عالية بكرة ما تسوى شيء. فيصير الحكومة العالمية هذه، أنت أموالك كل شيء عندك هو تابع لهم، يعني أنت في الأخير ما تقدر أصلاً تثمن ولا تقدر تعرف أصلاً كم أنت تملك فعلياً، أنت على قولتهم تبع لذبذبة البورصة أو مثل البورصة يعني الفوق وتحت، أنت تبع لهذه الشيء. فاليوم ضخ العملات الرقمية، وحتشوف الدول الآن دولة بعد دولة ستبدأ تعترف فيها، وستبدأ الآن شوي شوي تنصرف هي بالدولار وتروح الصراف تسحبها وكذا إلى آخره، بعدين حتصير عبارة أنت عن ما في لا ورق ولا شيء، أنت معك الجوال فيه كذا مبلغ تشتري فيه وتحط، ما في أوراق، العملات الورقية هذه ستختفي. الآن في الدول الأوروبية مثلا، الدول الأوروبية قليل تجد شخص يتعامل بالدولار الورقي هذا، ما كل تعاملاتهم بطاقة الصراف. هذا الآن بدأ ينتشر عنده في الدول العالم الإسلامي ككل، أن تصير أنت تتعامل بالصراف بالأوراق يعني اللي عندك في البنك، أنت في الأخير يدخل عليك مثلاً مبلغ 15-20 ألف أنت ما تمسكها، هو رقم دخل في البنك وأنت تعاملت فيه، هذا الرقم أن تقدر تحوله، هذا الآن بكرة حيصير عملة رقمية، تصير العملة الرقمية هذه أنت تبدلها بالأوراق، بعدين حتقدر حتصير ما تقدر تبدلها بالأوراق، هي خلاص عملة رقمية لها قيمتها، تمشي يوم تنزل ويوم تطلع، يوم تنزل يوم تطلع. ممكن تسأل سؤال، طب وش الفرق بينها وبين العملة الورقية اللي هي يوم تنزل ويوم تطلع؟ العملة الورقية تظل أسهل في الحفاظ على أصلها، وطلوعها ونزولها ما راح يكون زي العملات الرقمية. شوف أنت الآن البيتكوينز يقولك والله في يوم خسرت 4000 دولار، في يوم طلعت كذا، في يوم صارت، في يوم نزلت. طيب نرجع لموضوعنا، الآن إحنا بدنا نتكلم عن الصيرفة في العالم العربي قبل الإسلام، يعني عند عرب الجاهلية في مكة. طبعا كان فيه صيارفة
هذه السرايا يعرف يميز الجيد والرديء والزائف والمزور من الدراهم. طبعا كان مكة فيها ناس مختصين لهذا الشيء، لهذا العمل، ويتعاملون في الأسواق. طبعا هل الربا كان موجود ولا ما كان موجود؟ أنا ما أتكلم معليش عن حلية وحرمة البيتكوين، بس بكرة إذا صار لها اعتبار اقتصادي الفتوى فيها حتتغير أكيد. ممكن هذه، ممكن عاد واحد فيكم يعني يبحث لنا الموضوع اللي ذكره الأخ في أصل العملات الرقمية هذه، إيش أصلها ومن ألفها، لكن أنا عارف أنها هي ضمن الخطة في الحكومة العالمية اللي تصير. طيب العرب واليهود، اليهود كانوا موجودين في الجاهلية، كان نفس الشيء، يتعاطون البيع بالذهب والفضة والتبديل والنقود والربا. وكان حتى العرب كانوا يحفظون ودائعهم عند مين؟ عند اليهود، ومن ذهب وفضة ونقود وغيرها. قيل أن عبد الله بن سلام، يعني أن رجل من قريش حط، رجل من قريش حط عند عبد الله بن سلام 2200 أوقية ذهب. طبعا ذكر علماء التفسير انه اليهود ايش كان بعضهم ياكل هذه الامانات ويجحدها ولا يؤديها لاصحابه الا يا بالتهديد او بالقوه، هذا اللي طبعا ذكره الله. ايش قالوا؟ ليس علينا في الاميين سبيل، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار لا يؤدي اليك، ومنهم من اهل الكتاب من ان تامنه بقطار يؤدي اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هم يقولوا وش علينا من هذول؟ هذول اللي ما هم يهود، هذول مستحلين أصلا أموالهم، كل شيء عندهم حلال. فبعضهم يقولك يؤدي، كان عندهم مال، وبعضهم يؤدي قنطار، القنطار اللي هو يعني شيء كبير جدا. الله قال وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، يعني إذا أعطيت واحدة مهر ملايين الملايين ما يجوز أنك تأخذ منه شيء بعد الطلاق، إلا إذا هي طلب الطلاق، ما هو موضوعنا هذا. فالمقصد أنه كان اليهود في الجاهلية توضع عندهم الودائع والأمانات، بعضهم يؤديها وبعضهم ما يؤديها إلا بالتحديد ويعني بالقوة، لأنهم كانوا طبعا يقولون إيش؟ إن ما أصبنا من أموال العرب ما علينا فيه إثم، إذا ما علي إثم ولا في قانون فيا بالقوة يا ما يهمني. طبعا في الجاهلية كان في الروم البيزنطيين عندهم تجارة في مكة، وطبعا يعني كان هم يحصلوا على الأقمشة الحريرية المزركشة والمواشات، وكان يعني غيرها من الأشياء، وكانوا ما يستغنون عنها. طبعا البيزنطيين بعض المؤرخين قال إنه كان لهم بيوت في مكة يستخدمونها للتجارة والتجسس على أحوال العرب وغيرها. تعرف العرب ما كانوا مثل حضارة الأوروبيين والروم، فما كانوا يسووا قلاع، القلعة هذه أو الحصن كل البيوت داخله عشان يحميهم من أي شيء خارجي، لا، كانت بيوت منثرة وخيم وكذا، وأي واحد يدخل، أي جيش يدخل ممكن على قولتهم مباشر، ما في عنده لا قلاع ولا حصون. فكان لذلك كان عندهم طبعا يعني هذه من أسباب الخطورة، لكن كان عندهم الذكاء جدا في مسألة معرفة الناس واللي داخل جديد على البلد، وعلى قولتهم يشمون ريحة الخيانة من بعيد، عندهم استشعار عالي جدا. ليش؟ لأنه ما عندهم شيء يحميهم. طبعا كل ما جت تقنية ضعفت القدرة العقلية حقيقة على الاستنباطات، يعني الآن الجوال هذا ضعف الذاكرة والانتباه وإلى آخره، حتى ضعف بعض الأشياء. يعني من أول كان الناس يسافروا ما في جوالات، بس خلاص يتواعدون في الطريق في أماكن معينة وكذا، وكانوا في الصحراء يمشون أشهر وعارفين الطريق. الآن لو تخلي واحد يروح وراء بيته شوي كذا ضاع. ليش؟ لأنه كل شيء معتمد على الجوال، وهو الجوال اللي يدله وين اللي يروح وين يجي. فكل ما جت تقنية معينة، فالعرب ما كان عندهم التقنيات هذه، فكان عندهم الذكاء الاجتماعي والملاحظة العالية جدا. طيب
طيب ذكرنا أنا طبعا في عهد عبد المطلب ازدهرت مكة في المصرفية، طبعا كان التجار ممكن أن يدفعوا بعملة أوليري كان اسمها، كان عندهم عمليات الشحن، وطبعا مكة قريبة من جدة بينهم 80 كيلو، التفريغ والسفن وغيرها، كانت مكة مصدر قوي جدا في يعني أو مكان قوي جدا من أماكن التجارة، حتى أن تجارة الصيف والشتاء بين الشام واليمن كانت مكة يعني أيضا محطة بالنسبة لهم. طبعا أيضا كانت مكة يضعوا فيها بعض الأموال التجارية ليأمنوها. طبعا الصيرفيين كان من مهامهم أنه عندهم العملات الأجنبية هذه يصرفوها يعني للقرشيين ويتعاملون فيها. طبعا كانت الدول الفارس والبيزنطيين وقير الحبشة أيضا كان لهم مثل الممثلين التجاريين في مكة، وكان لهم وكلاء في دولهم، يعني تجي التجارة خلاص أنا تاجر جاي مثلا من بيزنطة يروح لفلان وفلان وكلاء بيزنطة في مكة ويسهل عليه البيع وكذا وغيرها. طبعا في مستشرق درمنهايم تكلم عن قريش، قال القرشيين تميزوا عن العرب جميعا بحسن تذوقهم للعمل التجاري، فدعموا عملياتهم بتنظيم مالي ومصرفي مدهش، واستعملوا عملات مختلفة مثل الدينار البيزنطي اللي كان طبعا له المقام الأول في شبه الجزيرة العربية، كان عندهم عملات يونانية وفارسية مثل الدرهم الفضي والفارسي، وكان لهم موازين عامة. طبعا الميزان، طبعا قيل أنه الميزان أبو كفتين، وقيل الصاع والمد ربع الصاع وغيرها اللي أشار لها يعني القرآن والسنة بعد ذلك. يقول هذا وكان لهم موازين خاصة دقيقة يزنون بها السبائك الذهبية الخام، ومكاييل خاصة يكيلون بها مساحيق الذهب، وقد عمد التجار المكيون إلى استعمال دفاتر حسابات تولوا مسكها، كما استعملوا أختاما وأساليب معقدة ورموزا في الكتابة كانت يعني تثير تهكم البدو لجهلهم بها. ويقول أيضا لم يكن التجار القرشيين يجمدون أموالهم الفائضة، بل كانوا يوظفوها في مشاريع استثمارية خارج الحجاز، فقد كان آل أبي ربيعة يشغلون ألوان النسيج الحرير في اليمن، وكان لأبي أحيحة الثري الكبير أموال موظفة في مشروعات زراعية في الطائف، ولأبي سفيان أملاك وولايات تجارية في شرق الأردن وفلسطين، ولعقبة بن أبي معيط مركزا تجاريا في مدينة صفورية بفلسطين. طبعا هذا يتكلم عن القرشيين، طبعا القرشيين يعني كانوا هم أيضا محطة مثل ما قلنا حنا محطة من محطات التجارة. طبعا الـ 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 الآن يقول لك هو القرشيين كان عندهم إيش شيء كبير من الأدوات والتوثيق والأختام وكذا، فكان البدو البسطة هؤلاء يتعرضون لأساليب غش عالية جدا. كان الصيرفيين يقرضوهم بدل ما يأخذون مثلا نسبة قليلة، لا يأخذ 50% 100% يأخذون على البدو العزل اللي هم ما يفهمون في الثقافة هذه. طبعا كان الوسط هؤلاء يقرضوا ويجمعوا المال، هم مهم حاجة له، لكن خلاص أنا أقدر يعني أخدع هذا الشخص أخدعه. طبعا المصرفيين أو الصيرفيين اشتهروا بالغش والخداع، يعني ودنا نقول نفس الآن لعبة البنوك اللي هي يعني تغش وتخدع، تقريبا هم نفس الحال من القديم، فكانوا يتلاعبون في تصريف النقود، يتحكمون في أسعار صرفها، والله اليوم أنا أصرف لك بالسعر الفلاني، تبغى ما تبغى بكيفك،
يتحكمون في، قلنا سعر صرف العملة، يربحون من فروق تصريف العملة الأجنبية بالعملة الرائجة في السوق. طبعا عرفوا بالحيل والخداع. طبعا يعني المصرفي صار يعتبر محتال، مثل ما احنا قلنا اليهودي الربوي، المصرفي صار يعتبر عندهم محتال. طبعا مكة كان عندها تعامل بالربا بشكل كبير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان اول ربا اضع ربا العباس بن عبد المطلب، واضح في انه كان عندهم تعامل بالربا عالي جدا، كان لهم اساليب في، طبعا كان عندهم ربا الفضل وربا النسيئة وربا الزيادة وغيرها. طبعا العباس كان من اشهر الناس اللي يقرضوا بالربا، خاصة لاصحاب المزارع من اهل الطائف، واللي يسمونها قروض استثمارية، ربوية استثمارية، ما هي قروض استهلاكية. فكان عندهم الربا موجود، لكن كانت قريش عندها نوع من المصرفية. انا ما ودي، ما ادري نكمل ولا نقف إلى هذا الحد اليوم. لعلنا نقف إلى هذا الحد، ويعني نكمل غدا في، نكمل بشكل أسرع شوي في التاريخ بصفة عامة، لأن حنتكلم طبعا في الغرب والعصور الوسطى والقرون الوسطى وكيف بدأت المصارف إلى أن بدأت المصارف الحالية. بعدها سأتكلم عن طبعا المحاور الأخرى. طيب، بالنسبة للاستثمار في البيتكوينز، هل هو حلال؟ هذا أنا والله ما أفتي، ما لي علم. ومثل هذه الفتاوى اليوم قد تجدها شيء، بكرة تتغير الأوضاع تتغير الفتوى. يعني بكرة إذا صارت العملات الرقمية هذه معترف فيها دوليا ولها ثقة، الفتوى تتغير، لأنها حتصير مثل النقود الورقية. الآن ممكن اللي يفتي يقول لك هذا نوع من العبث والضرب والخوارزميات الرياضية اللي ما لها أثر، أنت قاعد تحط فلوسك في شيء ما له أثر، لكن بكرة إذا صار لها اعتراف يكون لها أثر، ويكون طبعا الفتوى فيها تختلف. طيب، في أي سؤال آخر؟ سنرسل المادة العلمية في آخر هذه إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم جميعا. في مداخلة من الأستاذ حسن. طيب. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت، بس مشان موضوع كلمة بنك. تفضل. يعني احنا عندنا مجموعة مصطلحات، بنك الدم مثلا، أحيانا عند بعض الدوائر يعني في التعليم بنك الأسئلة أو بنك المعلومات، فكأنه بنك يعني هي عبارة عن رمز للمخزن، فلما يرتبط مع المال يصبح بنك المال كمخزن للمال يعني. صحيح، هو البنك الآن أصبح يطلق للحاوي، الشيء اللي يحوي، بنك المعلومات، بنك الأسئلة، بنك الدم، بنك الكذا، اللي هو الشيء اللي يحتوي عدد كثير من نفس النوع. هذا طبعا الآن مصطلح أصبح يطلق عليه، يعني مثل ما أنت الآن تقول العملة الرقمية، هذا مصطلح الآن جديد أصبح عندنا. بكرة تصير العملة الرقمية هذه تتفرع منها مصطلحات كثيرة، لكن أصل البنك هي كلمة يونانية تطلق على الطاولة. لذلك يمكن أهل الشام لو يسألوا أمهاتهم وكذا كانوا يطلقوا على طاولة المدرسة بنك، وأما الطرابيزة فهي ما زالت الآن مستخدمة يعني. نعم، ممكن سؤال دكتور آخر؟ تفضل. فيما يتعلق بالعملة، كأنه يعني العملة ترتبط بالقوة، من يملك القوة يملك فرض العملة التي أو الذي يريد، هل هذا المفهوم اقتصاديا موجود أم لا؟ من يملك المال بصفة عامة يملك قوة. نعم، المال جعله الله قوام للناس وجعله جزء من القوة،
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المال اليوم جزء من القوة. اليوم هم ما يستخدموا المال فقط، يعني هم اليوم يستخدموا المال في سياسات معينة، سياسات تركيعية. فأنا أصير أقرضك، إذا أنا أقرضك معناته أنه أنت ما تقوم بأي عمل تجاري إلا بموافقتي وكذا. شوفوا مثلا شروط البنك الدولي اللي جاي يقرض الدولة، يحط عليهم شروط يعني يصبحوا يعني متحكم بالدولة بشكل كبير اقتصاديا. فهذا اللي كان يعني يستخدموه اليهود، وتكلمنا احنا انهم صاروا يمتلكون عند الاوروبيين حتى المعابد والمزارات والقبور والاشياء هذه هم يمتلكوها. ليش؟ لانه يقرض وياخذ الرهون وكذا فيستفيد منها. طيب دكتور تسمح لي يعني معلش يعني ليس تعقيبا وانما من باب التوضيح. لا لا خذ راحتك. يعني الان لما نتكلم عن ان مفهوم المال هو الذي يعني يفرض القوة او يوجد القوة، طيب الان احنا دول الخليج تملك المال، طيب لماذا لا يكون لهم يعني هذا الان امريكا اللي نعرفه ان الدولار الامريكي ليس له رصيد من الذهب كما لعملات كثيرة، فلماذا لا يكون طالما نتكلم عن المال؟ يعني نعرف الدول الخليجية هي دول ثرية بمعنى الثراء وعندها رؤوس أموال، ثروة الدول هي التي مقابلة بالدول الأخرى. نعم. فأنت اليوم عندك بغض النظر دول الخليج أو غيرها، أنت عندك الدولة اللي عندها مال تتحكم سواء بالدولة اللي أصغر منها أو الأقل منها. فدول الخليج لها مال، لها حكم وقوة على الدول اللي أقل منها، لكن ما تقارن بأمريكا أو مال أمريكا. شوف الآن الصين صارت تحكم بشكل كبير جدا. ليش؟ ما حكمت بالسلاح، حكمت بالمال. فهي الآن يعني داخلة بشكل قوي جدا بسبب المال، هي مستثمرة في كل الدول. يعني الآن دول لاوس وكمبوديا وهذه كلها الآن صارت يعني تعتبر دول الصين متحكمة فيها، بل بأفريقيا والآن داخلين على أوروبا حتى مصنع الشيب هذا حق اللي في تايوان قاموا الآن نقلوا لأنه قالوا الحين تتحكم الصين في تايوان خلينا ننقلوا أمريكا. فالمال يعطي قوة، كل واحد عنده مال يتحكم في الأصغر منه. دول الخليج أموالها بالنسبة لأموال الدول الأخرى، لا في دول أغنى بكثير يعني وأقوى ماليا كثير. جزاك الله خير دكتور، شكرا لك. بارك الله فيكم جميعا، نراكم غدا. بس احنا ما في كان سؤال ما اجبنا عليه اللي هو غدا الوقت متى تحبون؟ الان بالنسبه للتوقيت غدا دكتور، نحن الساعه 8 في عندنا محاضره على نفس الغرفه. بكره الساعه 8 عندكم محاضره، يعني بكره احنا نبدا نقول مثلا 5:30 5:30، لكن في توقيت صلاة المغرب. طيب متى يكون عندكم الوقت مناسب؟ في مقترح أن يكون صباحا مثلا الساعة 10 صباحا أو الساعة 1 ظهرا. والله كلاهم صعب لأنه إحنا هنا عندنا بكرة يوم دوام. غدا دوام عندكم. اي لكن اذا حبيتوا 6 مثلا نقول مثلا من 6 الى 7:30. تمام من 6 الى 7:30 خلاص ان شاء الله. تعالى ان شاء الله 6 مساء الى 7:30 باذن الله. باذن الله تعالى. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.